انت؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ خضيت عليك، بكلمك من امبارح ما بتردش. رجعت متاخر، في حاجه؟ لا انا عايزه اطمن عليك. طمني، انا كويس. انت ليه بتكلمني كده؟ ليه متغير معايا؟ مش متغير ولا حاجه، ده طول عمري كده. بس انا في اليومين اللي فاتوا دول شفت راجل تاني خالص. راجل اهبل. لا مش صحيح. انت ليه عايز تعزل نفسك تاني؟ خايف لحياتك تتغير؟ وانت بقى اللي هتغيري لي حياتي؟ انت مش حاسس ان اليومين اللي فاتوا دول كانوا احسن بكتير؟ لا الاول كان احسن. لا الاول ما كانش في حاجه خالص، قافل على نفسك. وايه المشكله انك حاولت في حاجه وما نفعتش؟ مش هي دي المشكله، المشكله اني اكتشفت ان كل حاجه عملتها في حياتي بدافع الخوف سميتها حاجه تانية. رعبي من التمثيل سميته رساله التدريس المقدسه. فشلي في التعامل مع الدنيا اللي بتتغير نظام. المشاعر المزيفه اللي بيني وبين مراتي سميتها حب. فشلت في كل حاجه في حياتي عشان خايف. احنا عايزين نشيل الخوف ده من جواك عشان يبان الوش التاني، الوش الجميل اللي انا شفته. نفسي الدنيا كلها تشوفه معايا. مش عارفة تفهميني ولا لأ، أنا بحبك وبخاف عليك. طيب اوكي، يبقى احنا كده جاهزين للباك شوت الجاي اول ما تجهز الهاند موديل. ازيك يا طارق؟ اهلا، ازيك يا هاني، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مبروك يا سيدي. مبروك على ايه؟ انا سمعت انك كسبت هند. احسن برضو. بس ليه البت دي يا عم بتلعب على كل لون؟ دي حتى الايام دي ماشيه مع راجل كبير وبصرف عليه. لا يا راجل يا ابني، الناس دي ما يهمهاش غير ان حد يبقى في ظهرهم ويطلعهم السلم. وانت سمعت الكلام ده منين؟ اسمع مني، دي حتى عملت لي الحبتين دول قبل كده. ها؟ بس انا سقعت لها. روح يا ابني، انت فعلا ربنا بيحبك. تصدق يا اخي ان انت طلعت واد وسخ. وسخ؟ وسخ. انا الحق عليا يا عم. طب قوم بقى، قوم بدل ما نتشطف، قوم. الو الو، دكتور محمود، حضرتك فاكرني؟ انا طارق. فاكرك. انا كنت عايز اقابل حضرتك ضروري. بخصوص ايه؟ صباح الخير يا فندم، تحب حضرتك تشرب حاجه؟ تشرب ايه؟ ولا حاجه، شكرا. كابتشينو. انت ايه اللي بينك وبين هند؟ انت بتسالني بصفتي ايه؟ بصفتي اني بحبها، ومتاكد كمان ان هي بتحبني. ولما انت متاكد قوي كده خايف مني ليه؟ لا انا مش خايف منك، بس هي بنات ساعات بيتهيألها ان الراجل الكبير انضج واهدى.
أنا متهيألي إن المناقشة دي لازم تكون بينك أنت وهند. أنا ماليش مكان فيها. لا، في حاجة مهمة ولازم تعرفها كويس قوي، إن أنا مش ممكن أبعد عن هند. أديني يا سيدي عرفت. أي خدمة تانية؟ أنت مستهزئ بكلامي. مش مهم. عموما أنا حبيت أقول لك اللي عندي. أنا كمان عاوز أقول لك اللي عندي. الحكاية ولا هي سن ولا نضج ولا غيره. في مشكلة بينكم أنتوا الاتنين. يوم ما تعرف تحلها هتلاقيها هي اللي بتجري وراك. أنت فاهم غلط. أنا مش عايزة تجري ورايا. أنا عايزة معايا. عن إذنك. هند، طارق برا عايزك. أنا لسه بحبك. بتهيألي صعب الواحد يحب حد بجد وينساه بسهولة. أنا لما سيبنا بعض كل حاجة اتغيرت، وحسيت إن أنا كمان لازم هتغير. وخفت. مش عارف خفت من إيه بالظبط، بس يمكن خفت من التغيير. بس الخوف ده كان غريب قوي، عمري ما حسيته قبل كده. بعدها قدرت أقف وقفة وأحدد إيه المهم بالنسبة لي ومين المهم ليا. هند، أنا بحبك. أنا اتغيرت عشان حبيتك بجد. بس أنا متلخبطة، مفيش حاجة واضحة بالنسبة لي. مش عارفة أنا عايزة إيه، مش عارفة إيه الصح وإيه الغلط. أنا عارف. أنا كمان كنت متلخبط زيك بالظبط. بس أنا متأكد إن بعد اللخبطة دي كل حاجة هتبقى واضحة بالنسبة لك. هتفهمي نفسك. هتعرفي أنت عايزة إيه بالظبط. وهو ده المهم. يا هند، أنا سامع إنهم ضحكوا عليك، وبعدين ده قعد في جملتين ساعة ونص. أستاذ حسين، خلي مدام نادية تجهز. خليها تبدأ بكياس بسرعة. صدقني هو كويس بس اتخرب، وبعدين ده دور صغير قوي، أنت لسه ما جبتش فيه حد. عشان خاطري يا حسن، عشان خاطري. أوكي. إزيك؟ أنا بعمل شاي. أعمل لك معايا؟ أنا عايزاك في حاجة مهمة قوي. خير؟ جايبة لك دور. دور كوميدي؟ اشمعنى كوميدي؟ عشان يعرفوا يضحكوا عليا زي المرة اللي فاتت. عشان خاطري بقى، عايزين ننسى المرة اللي فاتت دي. ما فيهاش حاجة لما تجرب تاني. من فضلك، كفاية اللي حصل. ما هو حصل خلاص، هيحصل ايه تاني؟ انت خسران ايه وانا عامله حسابي على كل حاجة. خد احفظ ده. ايه ده؟ أنا مش همثل الكلام ده. ليه؟ ماله؟ اشمعنى يعني المشهد ده؟ مش فاهمة قصدك. هو الدور كده. مين اللي اداهولك؟ هيكون مين يعني؟ مساعد المخرج. أهلا. ازيك يا هند؟ ازيك يا أستاذ عبده؟ أخبارك إيه؟ ازيك يا محمود؟ ازيك يا عبده؟ أنت جيت نجدة، ممكن تحفظ ده؟ إيه؟ جاهزين؟ يلا اكشن. استني يا ليلى، عاوزك. ايه تعبانه وعايزه انام. هما كلمتين وروحي نامي. ايه
في ايه؟ انت شفتي مصطفى امبارح؟ مصطفى، مصطفى انت عارف انه مسافر بقاله يومين. يعني انت متأكدة ان انت ما شفتيهوش امبارح؟ ايوه متأكدة. ومتأكدة كمان ان الصورة دي مش صورتك؟ اه يا خاينة. محمود بتضربني يا محمود؟ انا متاسف يا عبدو، انا متاسف، مش قصدي يا عبدو، مش قصدي. انت بتضحكي يا هند؟ مش قصدي يا عبدو، مش قصدي، مش قصدي، مش قصدي والله يا عبدو. انا هكلم المخرج عشان يديلك دور ليلى. يلا مره كمان. دقيقتين بس. كنت فين يا ليلى؟ كنت فين يا ليلى؟ ليه كنت فين يا ليلى؟ عادي بتسالك، مش هتضرب القلم. اه كنت فين يا ليلى؟ انت خاينة. لا ليلى استني، عاوزك تعبانه وعايزه انام. هما كلمتين وروحي نامي. انت كنت ستوب. جرى يا استاذ؟ مش حافظ ولا ايه؟ انا اسف. استرها.